Hi everyone, my name is Fathi Najm. I'm a Toronto musician and I will be playing the mandol today for you, featuring my two friends, Mesh Sukar on the clarinet and Marito Marks on the percussion. So this performance is brought to you by the Pocket Performance for Aga Khan Museum and Canadian Opera Company's free concert series. It was supposed to take place on April 7th at Four Seasons Center, but because of the current situation, it was postponed. But anyway, today we are performing some traditional song from my country. Hope you enjoy it. Now I'm playing a song from south of Algeria. It's called Sid El Qadi. سيدي القاضي خليني واش نقول احكم بحكمك خليني برك نقول سيدي القاضي خليني واش نقول احكم بحكمك خليني برك نقول حين الدرج الراحة قال لي الصراحة راحة حين الدرج الراحة قال لي الصراحة راحة أمي ما مجروحة لو سادة مطروحة نبكي ولا نشكي من خير الله ما كان سيدي القاضي خليني واش نقول أحكم بحكمك خليني برك نقول سيدي القاضي خليني واش نقول أحكم بحكمك خليني برك Thank you.
This song is called Ya Hlilu, was composed by Dahmal Harashi. يا حليل اللي ما عندوش الكتاف تقول سعدورة قد غرق في المنام يا حليل كان صاب يطير بلا جناح تقول عمره عايش مسكين في الظلام ما لحقش بقواله ما قدرش يسلك روحه بالكلام حصل له كتر هواله حالته في حالة والحكم اللي عدم كتر على السعد وتخباله كان صابي فرفر يقطع البحر علاش حسبينه والو ما عرف من جاته بليا ولا فهم يا حليل اللي ما عندوش الكتاب قول سعد وراقد غارق في المنام يا حليل كان صابي طير بلا جناح قول عمره عايش مسكين في الظلام ما لحقش بقواله ما قدرش يسلك روحه بالكلام حصل وقت الرهواله حالته في حالة والحكم اللي عدم السعد وتخباله كان صابي فرفر يقطع البحر علاش حسبين والو ما عرف من جاته بليا ولا فهم يا حليل اللي ما عندوش الكتاب قول سعد وراقد غارق في المنام يا حليل كان صابي طير بلا جناح قول عمره عايش مسكين في الظلام ما لحقش بقواله ما قدرش يسلك روحه بالكلام حصل وكتر هواله حالته في حالة والحكم اللي عداه
instrument we call it gumbri, and also we call it the old father of the bass because it's really close of the bass. You can see like it's really close. You can slap. The sound is really round and bassy. The song is called Susangdi. Hope you enjoy it.
Thanks for watching and hope you stay safe and see you next time.